صباح الحمد لله، انت يا كبيرة صحتك؟ الحمد لله كل شيء مزيان. كيف غادا مع الحجر صحي؟ الحمد لله اختي، كتبان لنا فترة اننا نعتني بالبشرة ديالنا من ناحية الترطيب، لا من ناحية التنقية ديالها، لا من ديال الاشياء اللي مكناش كنلقاو لهم الوقت. دابا الحمد لله عندنا واحد المتسع من الوقت اللي كنقسموه ما بين الاهتمام بنفسنا بوليداتنا بدارنا، دونك نستافدوا منه. داكوغ، داكشي اللي كاين، داكشي علاش انا جيت نتواصل معاك اليوم. وبغيت ندير معاك ستي جواب اللي غادي تهضري لنا فيه، اللي غادي توجهي فيه مجموعه من النصائح للسيدات في الحجر الصحي في رمضان، كيفاش يتهلاو في ريوسهم. ياك مروه، بيان سور، خصوصا رمضان على الابواب، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه يا ربي، ونصوموا والكمام، يكون الله راضي علينا علينا هذا البلاء يا ربي، ويطول لنا الله سبحانه في عمر سيدنا. دونك شنو غنقول لك اليوم؟ كما كتعرفوا بان في رمضان، خصوصا مع يعني فتره الصيام اللي كتكون ساعات طويله، الجسم ديالنا كيفقد كميه كبيره من الماء. وكنلاحظوا بان سواء كتكون بشره دهنيه ولا جافه، الا كتزيد كتعرض للجفاف اكثر فاكثر. وكاين الناس اللي كيبدا يظهر عندهم احمرار او لا تشققات جلديه، او لا كتحس غير البشرة ديالها كتكون كتحكها بواحد الطريقة اللي غير مألوفة. لهذا أول حاجة خصنا نردو البال في النظام الغذائي ديالنا، يعني منها ما نكسبوش وزن زائد، ومنها نعتنيو بالبشرة ديالنا، يعني نحاولوا نقصوا من جميع الأشياء اللي فيهم بزاف ديال الدهون، اللي فيهم واحد الكمية اللي كتكون مرتفعة ديال السكريات، خصوصا أن هذا الشهر اللي فيه الحلوى الشباكية، التمر، البريوات، يعني كنستعملوا وكن يعني كنستهلكوهم بواحد الطريقة اللي كتكون مرتفعة بغابوغ ليامات العادية. من الأحسن أننا نحاولوا نديروا واحد نظام غذائي اللي يكون زائد، انه بدل ما يكونوا فيه اطباق اللي غنيه بالمواد الدهنيه، نكونوا شويه نتبعوا واحد الحميه غذائيه، يكونوا فيهم خضروات، فواكه، ملي كان عصير، ملي كنهضروا على العواصر، يعني من الاحسن انها تكون منزليه، ماشي نشريوهم باش ما يكونوش فيهم المواد الحافظه وما يكونش فيهم سكريات طالعين. نشربوا الماء مزيان، لان ملي كنهضروا على الماء راه مهم. راه الله سبحانه وتعالى يقول لكم خط الماء كل شيء حي، يعني راه الماء مهم للبشره ديالنا ولا الجسم ديالنا ولا الكلي، ولا يعني تعطينا حتى الطاقه الايجابيه اللي كتكون لنا اليوم.